لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا تسب الريح. قال في الأدب المفرد: باب لا تسب الريح. حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا أسباط عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي قال: لا تسب الريح، فإذا رأيتم منها ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. الحديث فيه النهي عن سب الريح، إذ هي مأمورة مرسلة، من روح الله أي من إراحته لعباده، هذا أصل تسميتها، رغم مقال يسير في هذه الحديث الآتي. هي مأمورة مرسلة، يأمرها الله عز وجل برحمة أقوام وبعذاب آخرين، وكل ذلك بحكمة بالغة، له الحمد عز وجل. سبها وذمها يشبه أن يكون ذما لمن أرسلها، لكن لا يتصور من مؤمن أن يقصد ذلك، لذا لم نقل أن هذا طعن في توحيده، وإنما قلنا لا يجوز أن يفعل، ينهى أن يفعل، وظاهر الأدلة التحريم، تحريم أن يظل أن يسب الريح، يقول مثلا عن شدة الحر وشدة البرد يدعو على هذه الريح أو على الحرارة أو البرودة أو نحو ذلك مما يكون طعنا وسبا، يشتم الريح ويشتم المطر ويشتم العواصف، وهذا يدل على جهل فظيع. هذه مخلوقات من مخلوقات الله، الله يدبرها ويصرفها، فاعتراضك على تقدير ذلك اعتراض على قدر الله عز وجل، ثم إنه لا يغير من الأمر شيئا، فسوف تظل الريح موجودة ترسل بأمر الله سبحانه وتعالى برحمة أو بأمره عز وجل بعذاب، فلا يصح أن يسبها المؤمن، لأن السب يتجه في الحقيقة لمن أرسلها بما أرسلت به، نعوذ بالله من ذلك. لكن كما ذكرنا لا يقال عنه سب الله، لأنه إنما جرى على لسانه ولم ينتبه لمقصد الكلام، لما انتبه لهذا المقصد في الكلام، إنما قصد التعبير عن الضيق، فلذلك كان محرما. ولكن أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما ينفع، وهو أن ندعو الله عز وجل أن يؤتينا خيرها، فقولوا: اللهم إنا نسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. هذا يدل على أن كل ريح يرد فيها أنها يكون فيها خير ويكون فيها شر، ولو تأملت هذا لوجدته أمرا عجيبا، يعني أن الريح التي فيها شدة البرد
فيها من الخير تذكير الناس بزمهرير جهنم ووجوب الحذر من ذلك، وفيها من الخير إيقاظ همم القادرين على التصدق وكسوة المحتاجين وبملابس وأغطية والتعاطف معهم والحرص على مصلحتهم. فيها من الخير تألم المؤمن لإخوانه الذين لا يجدون مأوى في المشارق والمغارب، وهذا عمل قلبي إذا عقبه الدعاء لهم كان فيه من الخير الشيء الكثير. وكذا في الحر، فإن العبد يتذكر حر جهنم ويستعيذ بالله عز وجل منها ويسأله سبحانه وتعالى أن ينجيه من حر جهنم، نعوذ بالله من حرها. وكذلك يشكر نعمة الله عليه بالماء البارد، كما ورد في الحديث: ألم أسقك من الماء البارد. فعندما يشتد الحر ويشرب الإنسان الماء البارد يعرف نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. الغرض أن هناك خيرات كثيرة في هذا الباب، هناك شرور ترسل بها الريح تكون عذابا على أقوام، وربما يكون من بعضهم يعني استعجال لعذاب الله سبحانه وتعالى، فتأتي ريح تدمرهم ويكون عذابهم فيها. وفي كذلك في شدة البرد إذا لم يتعاطف الناس ولم يتماسكوا مع بعضهم كان ذلك وبالا على الأغنياء وعذابا عليهم في آخرتهم وربما في عاجل دنياهم. فكل ريح فيها خير من جهة وشر من جهة، والريح التي بها العذاب للكافرين يكون بها فرح ونصر للمؤمنين، كما نصر الله عز وجل هودا بريح عقيم أرسلها على قومه 7 ليال و8 أيام حسوما. وكذلك المطر الذي أهلك الله به قوم لوط كان نصرة للوط عليه السلام، فإذا أرسلت بشر على قوم كان نصرة لغيرهم، وكان خيرا لهم في هذه الحال. فكل ريح فيها خير وأرسلت بخير، وفيها شر وأرسلت بشر. فلذا نسأل الله خيرا الريح وما أرسلت به ونعوذ به من شر، نسأل الله خير الريح وخير ما أرسلت به ونعوذ به من شر الريح وشر ما أرسلت به، شر ما فيها وشر ما أرسلت به. قال حدثنا مسدد عن يحيى عن الأوزاعي قال حدثني الزهري قال حدثني ثابت الزرقي قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الريح من روح الله تأتي بالرحمة وبالعذاب، فلا تسبوها ولكن سلوا الله خير من خيرها وتعوذوا بالله من شرها. هنا فيه إضافة تسمية الريح أنها من روح الله، الروح من الإراحة والرحمة، ليس بمعنى الروح التي هي مخلوق يحل في الجسد. لم يوصف الرب سبحانه وتعالى بأن له روح إلا أعيان نسبت إليه عز وجل تشريفا، كما قال عن جبريل: فأرسلنا إليها روحنا. وفي الحديث الصحيح: يأتون عيسى فيقولون أنت روح الله وكلمته، أي كانت روحه عند الله مشرفة مكرمة، وأمر بنفخها في روحه في جسد عيسى عليه السلام. وكذا أرواح بني آدم فإنها أعيان مضافة إلى الله عز وجل. روح آدم عليه السلام قال: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي
فقعوا له ساجدين. فكل هذه أعيان أضيفت إلى الله، يعني ذوات موجودة أضيفت إلى الله. هذه الإضافة لابد وأن تكون إضافة تشريف، قد تكون إضافة ملكية، لكن المواطن التي أرادت فيها كلها إرادة تشريف، إضافة تشريف. لذلك الريح من روح الله، يعني من إراحة الله ورحمته لخلقه، هذا أصل تكوينها وتشريعها. لكن لما أساء بعضهم وجد فيها خير وولد فيها شر، لذا قال الريح من روح الله تأتي بالرحمة والعذاب، لكن سألوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرها. تأتي بالرحمة والعذاب فلا تسبوها، ولكن سألوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرها. الأصل في الريح أنها رحمة، بذنوب العباد تتحول عذابا. نسأل الله أن يكتب لنا رحمته وأن يعيذنا من عذابه. نسأل الله من رحمته ونسأله أن يعيذنا من عذابه. باب الدعاء عند الصواعق. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد قال حدثنا الحجاج قال حدثني أبو مطر أنه سمع سالم ابن عبد الله عن أبيه هو ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع الرعد والصواعق قال اللهم لا تقتلنا بصاعقك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. يستفاد معناه من أحاديث أخرى صحيحة تشبهه، فلو قالها إنسان فهذا من فضائل الأعمال، ليس هناك وضاع في الحديث، وإنما رجل مجهول شيخ للحجاج بن أرطاه الذي اسمه هنا أبو مطر. اللهم لا تقتلنا بصاعقك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. باب إذا سمع الرعد. حدثنا بشر قال حدثنا موسى ابن عبد العزيز قال حدثني الحكم قال حدثني أكرمة أن ابن عباس كان إذا سمع صوت الرعد قال سبحان الذي سبحت له السماوات، سبحان الذي سبحت له، كان إذا سمع صوت الرعد قال سبحان الذي سبحت له، قال إن الرعد ملك ينعق بالغيث كما ينعق الراعي بغنمه. حديث فيه ضعف، لكن حسنها الشيخ الألباني لطرق. سبحان الذي سبحت له سيأتي شبيهه بذلك. هو حديث هنا موقوف في أن الرعد صوت الملك، وأنا يعني نعلم حديثا صحيحا مرفوعا فيه إثبات ذلك. وما يذكر في العلوم المعاصرة من أنه تفريغ كهربي بين السحب يسمع على إثرها هذا الصوت، فهذا ليس بمعارض، لأننا لا ندري لماذا يحدث التفريغ أحيانا ولا يحدث في كل الأحيين، فحصوله يكون والله أعلم وعلم إن ثبت الحديث مقترنا مع صوت الملك الذي يحرك هذه السحب التي فيها الأمطار والغيث. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس
عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض. سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، حديث صحيح موقوف على عبد الله بن الزبير. فالرعد مخلوق من مخلوقات الله، وقد قال عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فهذه الأشياء تسبح بحمد الله، فلا مانع أن الرعد نفسه والصوت الذي يسمع عند ذلك هو يعني كما أخبر عبد الله بن الزبير، وهو لا يقال من قبل الرأي أن هذا تسبيح بحمد الله، كما قال عز وجل ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. فهنا الرعد الذي الصوت الذي يسمع هو تسبيح لله سبحانه وتعالى. وإذا فسر بأنه الملك فلا مانع من أن الملك يتكلم بالتسبيح، فيكون ذلك سببا لحصول التفريغ الكهربي الذي يؤدي إلى ما نسمع من الصوت عند هذا الذي يعني نجمع بين الأمرين ونثبت ما ثبت في الأحاديث الصحيحة. ثم قال إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض. نعم، لأنهم لا يملكون دفع هذا ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضر، فوعيد شديد لهذا بسماع هذا الصوت الهائل، نسأل الله العافية. باب من سأل الله العافية. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن حجير قال سمعت سليم بن عامر عن أوسط ابن إسماعيل قال سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال قام النبي صلى الله عليه وسلم عام أول مقامي هذا ثم بكى أبو بكر ما تذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة، وإياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار، أسأل الله المعافاة. فإنه لم يؤت بعد اليقين خير من المعافاة. ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. كلمات النبي صلى الله عليه وسلم قالها أبو بكر رضي الله عنه. عليكم بالصدق فإنه من البر وهما في الجنة، وإياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار، وأسألوا الله العافية وأسألوا الله المعافاة. فإنه لم يؤت بعد اليقين، اليقين كمال الرضا والتسليم والتوكل على الله عز وجل، واليقين بأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. اليقين هنا بمعنى لأنه اليقين بالقدر وتدبير الله للأمور كلها يجعل العبد يرضى بتقدير الله سبحانه وتعالى له ويرضى بقضاء الله عز وجل له. فإذا كان الإنسان مختارا، من عنده يقين لا يختار، من ليس عنده يقين لكن عنده اليقين بوعد الله سبحانه وتعالى لكن ليس مستحضرا
معنى اليقين الكامل بكمال التوكل على الله. من لم يستحضر ذلك فالعافية خير له، ولا يسأل الله بلاء أبدا. أما بقية الأثر الذي ذكره أبو بكر فهو الحرص على وحدة الصف والمجتمع المسلم والتآلف بين القلوب، فنهى عن المقاطعة لا تقاطعوا، وهو أن يتقاطع المسلمان في السلام والكلام وما كان بينهما أكثر من 3 أيام، ولا تدابروا لا يعطي أحدكم دوره للآخر، ولا تحاسدوا لا يحسد مسلمون ومسلما وأتمنى زوال النعمة من عنده، فإن ذلك نسأل الله العافية هو من أفظع الأمراض المهلكة للإنسان. ولا تحسدوا ولا تباغضوا لا تفعلوا ما في بغض بينكم، لا تفعلوا أشياء تؤدي أن يبغض بعضكم بعضا، كونوا عباد الله إخوانه الوصف الجامع لكل هذه الخيرات. قلوا قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.